أيضا مشاهدينا للمزيد حول منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد نجم. أستاذ محمد، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في افتتاح المنتدى أن الدولة المصرية عندما انتهجت خطة البرنامج الإصلاح الاقتصادي كان في نوفمبر العام 2016، نجحت الدولة المصرية في تحقيق معدلات تنمية إيجابية. السؤال هنا، كيف ترصد التجربة الأولى عندما قامت الدولة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي في أدائها في ظل جائحة كورونا، وكان هذا هو الاختبار الأول للمرحلة الأولى من خطة الدولة المصرية وبرنامجها فيما لو صلب الإصلاح الاقتصادي؟ أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. يعني طبعا حديث فخامة الرئيس عن معدلات النمو، وانه الدوله لم تتوقف ابدا عن العمل، وانه تروس الاقتصاد المصري ومحركات الاقتصاد المصري لم تتوقف ابدا عن الدوران، كانت نقطه غايه في الاهميه. لانه لو احنا بصينا على ظروف المنطقه حوالينا وظروف العالم في اخر العام الاخير، ولو رجعنا كمان بالزمن اللي ورا اكتر، احنا داخلين حاليا في الشهر ال 25 او 26 للازمه، ازمه الجائحه، ونقوم بعمل تقييم لردود افعال واستجابه الحكومات المنطقه وحكومات العالم كل على حده للازمه، هنلاقي ان مصر من ضمن الدول الافضل في العالم من حيث استجابتها للازمه. احنا بنتكلم هنا، وفخامه الرئيس اشار لهذه النقطه، انه لم يكن هناك ارتباك او حاله هلع في مصر. ودي نقطه مهمه جدا جدا، انه اداره الازمه نفسها، إدارة من بداية من القيادة السياسية ثم الجهاز الفني أو الجهاز الحكومي نفسه الممثل في وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، وصولا إلى المواطن العادي. لو المواطن العادي رأى حالة هلع عند القيادة عند الحكومة، هو نفسه أكيد هيتوتر، وهو نفسه أكيد هيرتبك، فهيكون في تصرفات غير عقلانية، هيكون في تكالب على السلع، هيكون في سحب الأموال من الـ ATM من المصارف، هيكون في تصرفات سلبية للاقتصاد بشكل مضر وعنيف جدا. نعم. لكن لما كانت القيادة المصرية هادئة واثقة في أدائها، أدارت الأزمة بشكل طبيعي جدا. نعم. وكمان كان هناك ثقة مطلقة في قدرتنا الاقتصادية وقدرتنا الصحية، وأننا لدينا مخزون كافي من السلع. هذه أول نقطة أو أول محور، لدينا مخزون كافي. استثمرنا عشرات المليارات من الجنيهات في السبع سنوات الأخيرة في رفع قدرتنا على الإنتاج الزراعي، رفع نسب الاكتفاء الذاتي، رفع قدرتنا على التخزين والتشوين، بناء مزيد من الصوامع القمح والحبوب، وبالتالي كان هناك لدينا ثقة بالنفس عالية أن لدينا قدرات تكفينا لشهور وشهور. نعم. لدينا مخزون من الاكتفاء الذاتي يكفينا ما بين أربع شهور. نعم، عظيم جدا. أستاذ محمد، يعني حضرتك بتتكلم على المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه تصريحين مهمين جدا، تحدث عن أن البرنامج جعل من الدولة المصرية مستعدة أو الاقتصاد المصري مستعد لتحمل صدمات أكبر. هذا التصريح الأول. التصريح الآخر أن الدولة المصرية بيجهزها للانطلاق لنحو مستقبل أفضل. سؤالي ليك، أبرز خطط أو ملامح المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المواطن المصري؟ المرحلة القادمة يا فندم هي نقدر نلخصها في سطر واحد، أن الدولة أو القيادة المصرية لديها طموح لما هو أكبر من تحقيق معدل نمو 5 أو 6%، لدينا طموح أكبر من ذلك. لدينا قدرات، هل لدينا قدرات إن احنا نقدر نعمل 6%؟ طبعاً. محتاجة مجهود لاستنهاض هذه القدرات واستكشاف الفرص اللي تخلينا نوصل 7 و8 و9%، ده هيحتاج مجهود كبير. لكن هناك تصميم واضح انه لن تمنعنا ولن تعرقلنا اي ازمه واي مشكله، واحنا سنتغلب على اي تحدي يواجهنا في طريقنا الى تحقيق معدلات نمو اعلى بكثير من 6%. ليه؟ لانه لدينا تحديات كبيره، لدينا نمو سكاني كبير، ليس لدينا وقت نضيعه اكثر من ذلك، لان هناك منافسه عنيفه جدا سواء في الاقليم او في العالم. وبالتالي هناك تصميم واضح اننا المرحله القادمه
سوف نتجه لارقام اعلى من ذلك بكثير، 7% و8% و9% عشان كما تفضل فخامه الرئيس من ايام قليله من حوالي 11 يوم بالتحديد في اسبوع الصعيد، ان احنا محتاجين نغني الناس، ان احنا محتاجين نرفع معدلات الدخول ل 20,000 و30,000 جنيه. ده مش هيحصل ابدا الا لما نرفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل سريع جدا لاعلى من 6% في نطاق زمني قليل. في خلال 3-5 سنوات القادمه هنحتاج ان احنا نعمل ده، وهناك تصميم واضح ولدينا في برنامج الاصلاح الهيكلي وهو الذي يمثل المرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي، بنركز على قطاعات معينه منها الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، منها الصناعات التحويليه، ومنها الزراعه. هذه القطاعات هي اللي هتقود النمو الاقتصادي المصري، وهي اللي هتكون محرك نمو كبير في الفتره القادمه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد نجم.